لمكة سكان قرى غرب مريس يهنؤون بفرحة العودة إلى منازلهم التي شردتهم الميليشيات منها قبل 3 سنوات، حتى وجدوا أنفسهم في مواجهة جديدة مع متطلبات الحياة. بعد تحرير قرى غرب موريس عاد أهالي قريتي سوان والرحبة إلى قراهم، لكن بعد يباس وجفاف تسبب فيه جماعة الحوثي على المواطنين، مما أدى إلى تلف زراعي في أراضيهم. قرية سوان الواقعة شمال غرب موريس بمحافظة الضالع تعرضت للاستهداف المتكرر لقصف ميليشيات الحوثي من الجبال المحيطة، حيث تضررت أغلب المنازل وأتلفت أغلب المزارع، مما ضاعف من معاناة سكان العائدين إليها بعد تحريرها. عمل ميليشيات الحوثي الذي ضربت على المواطنين إلى داخل غرف النوم وأتت على كل شيء في مساكن هذه القرية حتى لم تسلم من بطشها الحيوانات. هنا شبكة المياه هي الأخرى التي كانت تغذي مساكن القرية، حيث تعرضت للقصف والتدمير. أما تلك التي بقيت خارج دائرة استهداف الميليشيات طالها الإهمال والتلف، لتنتهي شبكة المياه كباقي الخدمات الصحية والاقتصادية والتعليمية. هم يعني ما يقرب 2500 نسمة، فالآن محرومون يعني من مياه الشرب، فنناشد يعني الحكومة وكذلك كافة المنظمات حقوق الإنسان يعني لكي يعني يساعدوا ويقوموا بإصلاح يعني هذا المشروع. كل هذه الأوضاع التي تعيشها قرية سوان ناتجة عن حرب وانقلاب الميليشيات، لتبقى صورة المنطقة تختزل الكثير من الدلالات الأصعب في حياة السكان في زمن الحرب، حيث أعادتهم الميليشيات إلى عصر التخلف والظلام وانعدام الخدمات. محمد مريسي، قناة بلقيس، محافظة الضالع.